على مقربة من سلسلة جبال قراقرم أقصى شمال باكستان، يقع وادي هونزا في منطقة تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة وجبالها العالية وتقاليدها الخاصة الفريدة. تعيش قبيلة الهونزا في جبال باكستان في واد يسمى وادي الخالدين، حيث يعيشون أعماراً مديدة لا تصيبهم أوبئة وأمراض هذا العصر. شبابهم دائم ونساؤهم جميلات، لا يعرفون المدينة ولكنهم يعرفون كيف يستمتعون ويحافظون على حياتهم من ضوضاء المدينة. يتبع أفراد القبيلة أسلوب حياة يومي هو سر شبابهم الدائم، فهم يعتمدون في نظامهم الغذائي على أكل الخضروات النيئة والفواكه والبروتين كالحليب والبيض والجبن، ولديهم فترة صيام صحي مدته 3 أشهر من كل عام. تعتبر أشجار المشمش من أهم المحاصيل المحلية في الوادي، وقد أظهرت الدراسات أن بذور المشمش يمكن أن تساعد في مكافحة السرطان ومصادر الالتهابات الأخرى في الجسم، ويرجع ذلك جزئياً إلى مركب يسمى الأميجدالين. يحتوي كل طبق تقليدي تقريباً على زيت المشمش. في الماضي كان يصنع يدوياً، لكن الآن يستخدم السكان المحليون الآلات لاستخراجه من الحبوب. يتمتع الناس هناك بصحة جيدة ونشاط طوال حياتهم وحتى سن الشيخوخة، ومن الشائع جداً رؤية أشخاص في الثمانينيات من عمرهم بالخارج حتى في فصل الشتاء. ولا يزال أفراد الأسرة المسنون يرعون أبقارهم وأغنامهم ويجمعون الحطب ويقومون بمهام منزلية أخرى. أما الاستحمام فهو حصراً بالماء البارد حتى في أكثر أوقات السنة برودة، كما يتضمن نظام حياتهم اليومي المشي لمسافات طويلة. تتمتع النسوة بصحة جيدة تؤهلهن للإنجاب في سن 70، بينما الرجال أقوياء ولديهم قدرة غير عادية للتحمل. وغياب التكنولوجيا الحديثة لدى تلك القبيلة يجعل من المجهود البدني الشاق أمراً ضرورياً لاستمرارية الحياة، حيث لا مجال للكسل الذي يعتبر من أكثر المخاطر التي تهدد صحة القلب، ولذلك يعيشون حتى 145 عاماً. ومع غياب الدخلاء بشكل كامل إلى الوادي، تعد المنطقة آمنة بدرجة كافية حتى للأطفال. لقد ظلت منطقة الهونزا بعيدة عن صخب الحياة لفترة طويلة، إلى أن أدى تشييد طريق قراقرم السريع خلال 70ات إلى اتصال أوسع بالعالم الخارجي، إلا أنها حافظت على تقاليدها وتمسكت بها ولم تتأثر بهذا الانفتاح.